طيب بسم الله الرحمن الرحيم، حنتكلم عن آخر بار تبع التشيو ريبير، healing of bone. إحنا قبل كده تكلمنا عن healing by regeneration و healing by connective tissue أو الفايبروسيس. دحين نتكلم عن healing of bone. عندي في healing of bone أربع خطوات: hematoma and inflammation, formation of soft callus أو اسمها الثاني pro callus, formation of bony callus أو woven bone أو hard callus. آخر خطوة عندي bone remodeling. طيب نجي عند أول حاجة اللي هو hematoma and inflammation. هيعمل لي rupture of blood vessels نتيجته result in hematoma، نتيجته حتكون ورم دموي. يعني حصل لي تمزق في الأوعية الدموية، سبب لي هذا التمزق hematoma زي ما احنا شايفين كده. طيب تاني حاجة في الهيماتوما and inflammation قال لي inflammatory cells influx to remove bone fragments and blood. يعني هتيجي الinflammatory cells تمام وحتعمل لي بتشلي اللي هو bone fragments. ايش هو bone fragments؟ لما العظم تكسر صار عنده زي الشظايا كده تبعد، زي دحين نضرب مثال عندي كاس قزاز انا رميتها على الارض انكسرت، صار منها قطع كبيرة وواضحة يمديني أشوفها، وصار منها قطع صغيرة بنشوفها لما تلمع كده مع اللمبة. تمام؟ هذه هي شظايا القزاز. دحين احنا بنتكلم عن شظايا اللي هو في البون. طيب حيعمل لي remove of bone fragments and blood، حيشل لي البون fragments and blood. هذا أول حاجة اللي هو في الهيماتوما and inflammation. نيجي عند تاني حاجة formation of soft callus أو pro callus. حتاخد مدتها كده 1 week أسبوع. It's formed of granulation tissue، حتكون لي في هذا الأسبوع granulation tissue. ده granulation tissue composed of fibroblasts اللي هي ممكن نقول عنها fibrogenesis and newly formed of blood vessels، يعني كمان حتكون لي new blood vessels اللي هو angiogenesis. فتاني خطوة في healing of bone formation of soft callus اللي هي برو callus وتاخد مدتها أسبوع. حتكون لي في هذا الأسبوع إيش؟ granulation. تنقسم لحاجتين: angiogenesis new blood vessels أو fibrogenesis اللي هو fibroblast. تمام كده؟ ثالث حاجة عندي formation of bony callus أو woven bone أو hard callus، تاخد من 3 إلى 4 أسابيع. إيش يصير في دي الخطوة؟ قال لي soft callus حيتحول لبوني كلس. تمام؟ عن طريق إيش؟ قال لي osteoprogenitor cells differentiated into osteoblast. تتذكروا في الهيستولوجي لما أخذنا إنه عندنا شيء اسمه steam cells، وهذا steam cells تتحول على ما حسب الجسم يحتاجه. دحين إحنا بنحتاج اللي هو عظم، فحتجيني من steam cells لي اللي هو osteoblast. هذا osteoblast نقول له عنها خلايا مسؤولة في بناء العظم، هي اللي حتبني لي ده العظم اللي تكسر. الأوستيوبلاست بتكون لي form osteoid tissue، حتكون لي الأوستيوبلاست tissue اللي هو نسيج عظمي. تمام؟ الأوستيوبلاست هذا undergo partial classification forming woven bone، حيجي هذا النسيج العظمي بيعمل لي اللي هو الwoven bone، بيكون لي الwoven bone. هذا الووفين بون هل هو ناضج؟ لا. هل هو خلاص صار عظم أنا بإمكاني أمشي وعادي؟ لا، هو تقريبا حصل له تعظم أو إنه صار عظم، بس عظم مو كلي، عظم جزئي. تمام كده؟ طيب نجي عند آخر حاجة قال لي immature or woven bone convert to mature or lamellar bone، يعني صار من عظم غير مكتمل أو غير ناضج إلى mature اللي هو ناضج أو نسميه lamellar bone. نعيد كده من جديد، عندي 4 خطوات: hematoma and inflammation و formation of soft callus اللي هي pro callus و formation of bony callus and bone remodeling. قلنا أول واحدة حيعمل لي hematoma بسبب rupture of blood vessels، وتجي inflammatory cells بتعمل لي remove of bone fragments and blood. تمام كده؟ formation of soft callus قلنا إيش في هذه النقطة في المرحلة الثانية حيكون لي شيء اسمه granulation tissue اللي هو angiogenesis أو fibrogenesis.
ثالث حاجة اللي هو البوني كلس، تيجي الستيم سيل كده تكونت لي الاوستيوبلاست، اوستيوبلاست تكون لي اللي هو استويد تيشيو، الاستويد تيشيو هذا كون لي الووفين بون. اخر حاجه صار من ووفين بون الى لاميلار بون، او من اماتيور الى ماتيور. نيجي عند اوكي قبل شيء هذه ووفين بون وهذه اللاميلار بون، هذه النتيجه النهائيه اللي انا بوصل لها. حلو علق. طيب في عندي فاكتور تعمل لي تأثير على عملية الريبير، تمام؟ هذه الفاكتور ممكن تكون لوكال، ممكن تكون جنرال. اللوكال قال لي بتعتمد على التايب اوف دامج سيل. ايش يعني التايب اوف دامج سيل؟ نوع الخلية اللي حصل لها ووند او نوع الخلية. اوكي عملية الفاكتور قبل كل شيء، عملية الفاكتور افكتنج ريبير مو اي شيء ممكن يأثر على الريبير، يعني مثلا سواء كان في الريجينريشن او في الفايبروسيس او في البون، كلهم دول الثلاثه هذا ممكن ياثر عليهم، يعني ممكن ياثر عليهم بطريقه لوكال، ممكن ياثر عليهم بطريقه جنرال. اتمنى انكم فهمتوا. تمام نيجي عند اللوكال، زي ما قلنا تايب اوف دامج سيل احنا اخذنا في الليكتشر الاول، قلنا انه عندنا 3 تايب اوف سيلز، وفي الليبل اللي بتكون الريجينريشن، وفي الستيبل اللي هو ريجينريشن او فايبروسيس، وقلنا في اللي من جد ما تتكون خلاص، اللي هي تنشأ بطريقه الفايبروسيس وما عاد نقدر نعوضها. فهنا لما نقل لي تايب اوف دامج سيل هذا هو نقصد بالتايب. اكستنت اوف تيشو دامج، كيف صار التيشو دامج، يعني حصل بطريقه مره كبيره او كان تيشو دامج خفيف كذا، تمام. البلود سبلاي وهذا مره مهم، تمام، لانه هو تغذيه الدم تكون على حسب ايش البلود سبلاي، يعني لو ما كان عندي بلود سبلاي ما حيكون يحصل لي عمليه ريبير، تمام. فاذا كانت عمليه البلود سبلاي بطيئه عمليه الريبير حتكون برضو بطيئه، اذا كانت سريعه برضو عمليه الريبير حتكون سريعه، تمام. بريزنس اوف انفكشن، هل انا صار في هذا في عمليه الريبير انفكشن؟ طب presence of origin، هل دخل جسم غريب سواء microbes أو إذا كانوا بكتيريا viruses إلى آخره، تمام. فهذه نقول عنها كلها local factors affecting repair. نيجي عند general factor، general تكون بطريقة بشكل عام كده، أولهم الأيج، كل نعرف إحنا إنه كل ما كان الشخص صغير كل ما حصلت له عملية repair بطريقة سريعة، لكن إذا الشخص كان كبير في السن حتحصل له عملية repair طريقة مرة بطيئة، تمام. فقال لي age poor healing in old age. nutritional deficiency معنى نقص في التغذية، تمام، سواء ممكن الشخص يكون ناقص في البروتين، في الفيتامين سي اللي هو essential for collagen، الفيتامين دي اللي هو essential for bone formation، أو الزنك. فإذا كان عنده نقص في هذه حيحصل له إيش الريبير تحصل بطريقة مرة بطيئة أو بتصير affecting في عملية الريبير. endocrine disease زي diabetes، ناس مصابين بالسكري غالبا ما يكون عندهم poor، مو غالبا هو عندهم poor healing، حتى يقولك إنه حاولوا إنه ما تنجرحوا، يعني حاولوا إنه يحافظوا على نفسهم قدر المستطاع بحيث إنه ما ينجرحوا. ليه؟ لأنه عندهم تصنيع الكولاجين مرة قليل، تمام. آخر حاجة اللي هو في general factors اللي هي drug زي الكورتيكوستيرويد، تعمل لي هذا الدراج يعمل لي انهبت للهيلينج. ليه؟ لانه صار لي سوالي امباير اوف كولاجين سينثيسايز، يعني عمل لي كذا اعاقه في عمليه تصنيع الكولاجين. فعشان كذا اللي مستخدمه غالبا ما يستخدموا دواء اللي هو كورتيكوستيرويدز، فما يحصل لهم هيلينج بطريقه سريعه او ريبير بطريقه سريعه، تمام. هذا سلايد اغلبها حفظ، مو اغلبها، هي كلها حفظ، تمام. نجي عند اتوقع ان اخر اخر سلايد، abnormality in tissue repair تنقسم لثلاث اشياء، تمام. حصل لي repair بس بطريقه abnormal، فاهميني كيف؟ اللي هو excessive scar formation، defective healing، و wound contracture. excessive scar formation عندي منها حاجتين، hypertrophic scar و keloid. نعرف كل حاجة وإيش يندرج تحتها،
تمام؟ يعني لما نقول الهايبرتروبيك سكار والكيلويد هذه يرجع لمين؟ للإكسسيف سكار فورميشن. عندي الهايبرتروبيك سكار قال لي أبوف the level of surrounding normal skin، يعني حصل لي إنجري أو wound خط مستقيم، تمام؟ هذا الخط المستقيم بس حيكون يرفع بنفس حجمه وبنفس طوله في السكين، فحيكون كده بارز في السكين. عكس الكيلويد قال لي إيش الكيلويد؟ إيش حصل لي wound، تمام كده، بس انفرط هذا الووند وصار بارز، يعني بارز ومنفرط كمان زي كده، زي ما احنا شايفين. هو كان ترى في النهاية خط بس انفرط، انفرط بمعنى انه صار كده عرض زيادة عن اللزوم. طيب defective healing عنده ثلاث اشياء: wound ulceration اللي هو قرحة في الجرح زي ما احنا شايفين كده، او sinus اللي هو blind ended tract يعني حيكون مفتوح من برا ومكفول من جوا، واللي هو vascular اللي هو tract that connect to hollow organ يعني حيكون مفتوح من جهتين، تمام زي كذا من جهتين. آخر حاجة عندي اللي هو wound contracture due to excessive contraction، نربط هذه contracture والcontraction مع بعض، تمام؟ إيش يعني wound contracture؟ يعني حصل لي انكماش زيادة عن اللزوم، أو إنه ارتبط السكين تبعي زيادة عن اللزوم، أو السكار ارتبط زيادة عن اللزوم، تمام؟ فحصل لي التحام للجرح بس بطريقة over. طيب حيكون غالبا ما تحصل وين؟ في البالم اللي هو في راحة اليد، وفي السول اللي هو راحة القدم، والجوينت اللي هي المفاصل. It usually follow serious burns، يعني غالبا ما تكون ايش نتيجة، ايش نتيجة حروق قوية. result arthritis of wound and surrounding tissue، يعني حيحصل لي تشوهات في نفس الووند وكمان بالأنسجة المحيطة للووند. and compromise joint mobility، يعني نفس المفاصل تمام صار عندي مشكلة اني ما اقدر انا احركها كويس. كده الحمد لله خلصنا الليكتشرات كلها تبع الريبير. اتمنى انكم استفدتم.